الانتقام لقاسم سليماني قادم في المكان والزمان المناسبين. تتوعد طهران واشنطن، وفي ذكرى اغتيال قائد فيلق القدس السابق ترفع إيران وحلفاؤها الصوت، لكنها تؤجل أي تحرك عملي على ما يبدو. طريق قوة القدس والمقاومة لن يتغير رغم شيطنات أمريكا. الطريق هو نفسه، ولكن جريمتكم دفعت كل أحرار العالم للانتقام، وحتى من داخل بيتكم يمكن أن يكون هناك أشخاص سيردون عليها. رسائل متناقضة تبعث بها طهران رغم التوتر المتصاعد مع واشنطن، وما يقرأ ضبطا للنفس في تصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين يبدو تصعيديا في تصريحات آخرين. تحركات الأمريكيين مرتبطة بهم بسبب قلقهم جراء خطئهم الكبير قبل عام، والذي أغضب شباب الأمة الإسلامية وتحول إلى كابوس للأعداء، ونحن جاهزون لأي رد. تتبادل طهران وواشنطن الاتهامات، وعبر أطراف ثالثة تتبادلان الرسائل. تحركات إيرانية في العراق تقلق القوات الأمريكية، واستعراض قوة من الولايات المتحدة الأمريكية في المياه الخليجية يقلق إيران. يتصاعد التوتر فتنشط الدبلوماسية. التقديرات الأمريكية ربما كانت تتوقع الانتقام فحشدت، لكن إيران بعثت برسائل واضحة أنها لا تريد التصعيد. الطرفان يديران التوتر رغم الانقسامات الواضحة بين الأمريكيين. في الكواليس يقال هنا إن طهران صبرت لأكثر من 3 سنوات على ضغوط دونالد ترامب القصوى، وبانتظار تسلم جو بايدن رسميا ستصبر إيران 3 أسابيع أخرى يقول مراقبون. إدارة التوتر هو العنوان الأفضل ربما للعلاقة بين طهران وواشنطن، خاصة في الأيام الأخيرة لولاية دونالد ترامب. توتر لطالما حكم العلاقات الإيرانية الأمريكية، لكنه أخذ شكلا مختلفا بعد اغتيال قاسم سليماني والانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي. حازم كلاس العربي، طهران.